السلام عليكم جمهورنا الرياضي الكريم. اليوم رايحين نكونوا شوية خفاف معكم قبل بداية لقاء ويست هام مع ليدز يونايتد. اليوم فرحة كبيرة للجمهور الرياضي الجزائري ومتتبعين تاع اللاعبين المحترفين تاعنا الجزائريين. اليوم بالرحمة كأساسي الضغط تاع الجمهور والضغط تاع الصحفيين الإنجليز وحبنا لهذا اللاعب الممتاز والرائع لاعبا وأخلاقا خلاتنا نفرحوا وخلات مدرب تاع ويست هام اليوم يستجيب للجمهور الرياضي ويستجيب للصحفيين الإنجليز اللي كانوا يطالبوه كل مرة بإدخال بن رحمة سعيد كأساسي اليوم ابتداء من الساعة 9. هذا شيء فرحنا ونتمنوا أنه يدير لقاء في المستوى. بالرحمة كان عودنا أنه يلعب أساسي في فريقه السابق ويسجل أهداف وكذلك يعطي تمريرات أسيست للاعبين. وفي المدة الأخيرة مع ويست هام كان في مرحلة تأقلم والحمد لله مرت هذه المرحلة، ورغم ذلك 14 دقيقة كان يمد أسيست مرتين وهذا شرف كبير لبالرحمة. إذن اللقاء اليوم صعيب ما هو سهل جمهورنا الرياضي الكريم متتبعين تاع بالرحمة، لقاء ما هو سهل لأنه سي ليدز يونايتد وكم شفتوا كيفاش يتلعب ليدز راهي في المستوى. انا والله شخصيا الفريق الوحيد الاولى ومن بعد تجي شويه ليفربول هو اللي راه يعجبني سو لو بلون فوتبوليستيك يلعب كره قدم ما شاء الله. اذا نبشركم بان بالرحمه اليوم يكون ابتداء من الساعه 9 اساسي ضد فريق ليدز يونايتد. نلتقي بعد اللقاء لنحلل اللقاء ونتكلم على واش دار بالرحمة وكيفاش كان اللقاء. السلام عليكم.